تعلن وزارة التربية والتعليم إلغاء إلزامية أداء اختبار الإمارات القياسي إمسات لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك اعتباراً من فترة القبول للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث أصبح اختبار إمسات اختيارياً ولم يعد شرطاً للقبول في الجامعات. وتمنح الوزارة مؤسسات التعليم العالي مرونة في اعتماد اختبار إمسات أو اعتماد غيره من الاختبارات المعتمدة لدى الدولة لقياس مستوى كفاءة الطلاب ضمن معايير القبول. وفي حال اعتماد المؤسسة التعليمية اختبار إمسات، تحدد مؤسسات التعليم العالي عدد مواد الاختبار بما يتناسب مع التخصص والحد الأدنى لدرجة القبول. أكمل مشوارك التعليمي الآن بمرونة أكبر وخيارات أكثر.